مندوبا عن وزيرة السياحة والأثار، رعى أمين عام الوزارة السيد عيسى غمو حفل إطلاق مهرجان الصيف الذي نظمته جمعية الكاريتاس الأردنية في حديقة الرحمة الكائنة في مركز سيدة السلام بعمان طريق المطار. التفاصيل في سياق هذا التقرير. أطلقت جمعية الكاريتاس الأردنية مهرجانها الصيفي الذي أقامته في حديقة الرحمة الكائنة في مركز سيدة السلام طريق المطار. ونقل راعي الحفل أمين عام وزارة السياحة والأثار السيد عيسى غمو تحيات وزيرة السياحة مجد شويكة وجميع العاملين في الوزارة على هذه الفعالية، معبرا عن شكره لما قامت به الكاريتاس الأردنية على مدار أكثر من 5 عقود على تأسيسها. وبين الأمين غمو أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق بين الوزارة وكاريتاس بهدف إبراز وإظهار المنتج السياحي الفريد الذي يتميز به الأردن عن سائر بلدان العالم. هذا النوع من الأنشطة والفعاليات اللي بتشجعه وبتدعمه وزارة السياحة والأثار لأنه بيعبر عن ترويج وإبراز المنتج السياحي الأردني اللي فيه قيمة مضافة أردنية، إن كان من المنتجات الحرفية والصناعات التقليدية، وبنفس الأهمية القائمين على هذا المهرجان الكاريتاس وفي موقعه في مركز سيدة السلام ومقدمين الخدمة من المجتمع المحلي من الأردنيين وأهلنا وأحبائنا وضيوفنا على أرض المملكة العراقيين. هذا بيجسد الشراكة الحقيقية في إبراز المنتج السياحي وهو الحرف والصناعات التقليدية اللي هي ضمن المهرجان اللي بيعتبر دائما بالنسبة لنا كقطاع سياحي بأنه من أهم مكونات المنتج السياحي الأردني الذي بات معروفا ومحترما على مستوى العالم كله. في الوقت الذي دخلنا به في أجواء الصيف، وطبعا معروف قديش أجواء الصيف في الأردن مميزة بعودة المغتربين الأردنيين وزيادة الحركة والنشاط السياحي من كل دول العالم، فهذا النشاط يعتبر متنزه وفرصة للقادمين إلى الأردن في زيارة صغيرة أو في إجازة للتعرف على ما هو موجود من منتجات سياحية وصناعات تقليدية أردنية في الوقت الذي إحنا بحاجة له في وقت الصيف للمزيد من الأنشطة والفعاليات والمهرجانات الصيفية. طبعا هذا المهرجان الثاني اللي أنا حقيقة تابعته بعد مهرجان الخريف، وإن شاء الله مهرجان الربيع ومن ثم مهرجان الشتاء يلحقهم ونكون احنا موجودين في كوزارة السياحة وأثار. وفي حفل الافتتاح الذي حضره مسؤولون ورجال الدين وعائلات محلية وخارجية، عبر مدير عام كاريتاس الأردن السيد وائل سليمان عن شكره لجهود وزارة السياحة بدعمها النشاطات الخيرية في المملكة، والشكر الموصول أيضا لكل من قدم الدعم لمشاريع خيرية مماثلة. هلا اليوم نحن عندنا مهرجان الصيف اللي تبع لمهرجان الخريف اللي عملناه السنه الماضيه. هو مهرجان، اول شيء هو مهرجان للفرح، نحن بحاجه انه لاجازه فرح، عرفت؟ هدول الاربع ايام رح بيكون في عرض لمنتجات كل حدائق الرحمه الموجوده بسمكيه وبالربا وبمادبا وبعمان، زائد كل الجمعيات اللي كاريتاس دعمتها لمشاريع انتاجيه رح تعرض منتجاتها، زائد شويه فرح. رح يكون في معنا مشاركين بعض المطربين والعازفين والأطفال حتى يطفوا أجواء الفرح، أجواء الصيف اللي نحن بحاجة إلها. فهذا باختصار مهرجان الصيف. وفي ختام الحفل الذي تخلله معزوفات لفرق كشفية، قام أمين عام وزارة السياحة والآثار بجولة في أجنحة المهرجان برفقة الحاضرين من أساقفة وكهنة ومدعوين، مبديا إعجابه بما حققته كاريتاس الأردن من إنجازات طالت الكثير من المحتاجين من أبناء المجتمع الأردني واللاجئين من البلدان الشقيقة.